للانتشار كبقية شعراء الفصحى في الوطن العربي. لم نأتي بجديد خلال هذا البرنامج، فقط هو تسليط للضوء وتجميع للمعلومات من الكتب والأسافير لهؤلاء الأفذاذ، نستهدف به المواطن السوداني البسيط ونقدمه في قالب سهل حتى يقف المشاهد الكريم على السيرة الذاتية لعدد من المبدعين الذين أثروا وجدان الناس ورحلوا في صمت بعد أن تركوا لنا هذا الإرث الرائع الجميل، هذا الإرث الذي نستعرضه من خلال حلقات هذا البرنامج مع قوالب غنائية متنوعة من أشعارهم، نتمنى أن تحظى برضا المشاهد الكريم. نرجو أن نضيف أننا لم نقدم شاعرا على آخر، وإنما جاء هذا الترتيب حسب ظروف تسجيل هذا البرنامج. أشكر كل الذين تعاونوا معي لإخراج هذا البرنامج مع أمنياتي للجميع بمشاهدة طيبة، وشكرا لكم. المشاهدون الأعزاء، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج سحر الكلام، ويسعدنا كثيرا أن يكون ضيف هذه الحلقة الشاعر الكبير إدريس محمد جماع. ولد في حلفاية الملوك بالخرطوم بحري في عام 1922، نشأة دينية في كنف أسرته المحافظة، وكان والده محمد جماع ابن الأمين ابن الشيخ ناصر هو شيخ قبيلة العبدالله. بدأ تعليمه في سن مبكرة في خلوة حلفاية الملوك، حيث حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بمدرسة حلفاية الملوك الأولية في عام 1930، ومنها إلى مدرسة أم درمان الوسطى بمدينة أم درمان في عام 1934، ولكنه لم يكمل الدراسة فيها لظروف مالية، والتحق في عام 1946 بكلية المعلمين ببخت الرضا، ثم هاجر إلى مصر عام 1947 ليدرس في معهد المعلمين بالزيتون، فكلية دار العلوم جامعة القاهرة لاحقا، والتي تخرج فيها عام 1951 حائزا على درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية، ثم التحق لمعهد التربية للمعلمين ونال دبلوم التربية عام 1952. بدأ حياته المهنية معلما بالمدارس الأولية بالسودان من عام 1942 حتى عام 1947، وبعد عودته من مصر عام 1952 عين معلما بمعهد التربية في مدينة شندي بشمال السودان، ثم مدرسة تنقس الجزيرة الأولية ومدرسة الخرطوم الأولية ومدرسة حلفاية الملوك الأولية، ثم نقل للعمل بمدرسة السنتين في بخت الرضا في منطقة النيل الأبيض، وفي عام 1956 عمل مدرسا بمدارس المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في مختلف مناطق السودان. يغلب على موضوع شعره التأمل والحب والجمال والحكمة، كما كتب أشعارا وطنية مناهضة للاستعمار، ويتسم أسلوب شعره برقة الألفاظ والوصف، وكثيرا ما يعبر في شعره عن وجدانه وتجاربه العاطفية ووجدان أمته،
واصفا تلك المشاعر الإنسانية فرحا وألما وحزنا، كما يزخر شعره بوصف ثورة الثائر الوطني الغيور على حرية وطنه وكرامة أمته. وربط في أعماله الشعرية بين السودان والأمة العربية والإسلامية، فتناول قضايا الجزائر ومصر وفلسطين، ونظم شعرا في قضايا التحرر في العالم أجمع. توفي في عام 1980 بعد معاناته مع المرض النفسي الذي أقعده طويلا في مستشفى الأمراض العصبية بالخرطوم بحري. له الرحمة وله المغفرة. في ربيع الحب كنا نتثاقى ونغني، في ربيع الحب كنا نتثاقى ونغني، نتناجى وننادي الطير من غصن لغصن، ثم ضاع الأمس مني وانطوى بالقلب حسرة. إننا طيفان في حلم سماوي سرينا، واعتصرنا نشوة العمر ولكن ما ارتوينا. إنه الحب، إنه الحب، فلا تسأل ولا تعتب علينا. كانت الجنة مأوانا فضاعت من يدينا، ثم ضاع الأمس مني وانطوى بالقلب حسرة. أطلقت روحي من الأشجان ما كان سجينا، أنا ذوبت فؤادي لك لحنا وأنينا. فارحم العود إذ غنوا به لحنا حزينا، ثم ضاع الأمس مني وانطوى بالقلب حسرة. ليس لي غير ابتساماتك من زاد وخمر، بسمة منك تشع النور في ظلمات دهري، وتعيد الماء والأسهار في صحراء عمري، ثم ضاع الأمس مني وانطوى بالقلب حسرة. ماله أيغز الشجون فقاست وحشة الليل واستثار الخيال، ماله في مواكب الليل يمشي وينادي أشباحه والظلال. هين تستخفه بسمة الطفل، قوي يصارع الأجيال، حارس الرأس عند كل جمال، مستشف من كل شيء جمالا، ماجن حطم القيود وصوفي قضى العمر نشوة وابتهالا. خلقت طينة الأسى وغشتها نار وجد فأصبحت صلصالا، ثم صاح القضاء كوني فكانت طينة البؤس شاعرا مثالا، يتغنى مع الرياح إذا غنت فيجدي خميله والتلالا. ضاع من كل ربوة معبرا يسكب في سمعه الشجون الطوالا، هو طفل شاد الرمال قصورا هي آماله ودك الرمال. كالعود ينفح العطر للناس ويفنى تحرقا واشتعالا. جماع على الجمال تغار منا، ماذا عليك
إذا نظرنا هي نظرة، هذا هو جمع، هي نظرة، وهذه النظرة ذهبت بالشاعر العبقري بعيدا 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 جدا حتى رحل. إدريس في لحظاته الباقية، وهذا العبقري لكأنما كان يقرأ هو بنفسه كتاب حياته، إدريس كان يحس أن لحظات باقية في حياته ليست كل الحياة، ليست كلها. إدريس في اللحظات القليلة الباقية ترك لنا حياة باقية، هي حياة إدريس محمد جمع. إدريس الملك سليل ملوك العبدالله كان ملكا في مشاعره، ملكا في إحساسه، ملكا في عبقريته وذكائه، ملكا في تقييمه لوقته، فقال لنا إنها لحظات باقية. كل ما عشنا في هذه اللحظات، كل ما تأملنا ذلك ملوك الصبوح الجاد البشوش وكيف انتهى، إنه إدريس محمد جماع أعلى الجمال تغار منا. أعلى الجمال تغار منا، ماذا عليك إذا نظرنا، إذا نظرنا، إذا نظرنا. هي نظرة، هي نظرة تنسي الوغى، وتسعد الروح المعنى، روح المعنى، الروح المعنى، روح المعنى. فرحتي ومل الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا فاستعصمت بالبعد عنا، دنياي أنت وفرحتي ومل الفؤاد إذا تمنى، السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا، أنت السماء، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا، بالبعد عنا، بالبعد عنا، بالبعد عنا. هلا رحمت، هلا رحمت متيما عصفت به الأشواق وهنا، الأشواق وحنا، الأشواق وحنا، الأشواق وحنا. وهفت به، وهفت به الذكرى مع الدجى، فطاف مع الدنيا
مغنى فمغنى مغنى فمغنى مغنى فمغنى مغنى فمغنى. هزته منك محاسن محاسن غنى بها لما تغنى يا شعلة طافت خواطرنا حواليها وطوفنا آنست في غداسة غداسة ولمست إشراقا وفنا ونظرت في عينيك أسرارا ومعنى كلم عيونك في الصبا في الصبا واسأل عيونك كيف كنا كم بالغاي سمحت لنا سمحت لنا كم بالطهارة ظللنا ذهب الصبا بعهوده بعهوده ليت الطفولة عاودتنا على الجمال نظرنا